حكايه البلوزه ما شاء الله جدا جدا موفقه، مره عجبتني، امس اخذت واحده زيها بالضبط. يا قلبي شكرا، كلك ذوق وسعرها حلو كمان. ليش بكم اخذتيها؟ $50 بس. وي كيف كده؟ انا اخذتها ب150. استخدمت الكوبون. والله لا رجعها. لا ترجعيها ولا حاجه، انا اعطيك اسم التطبيق اللي تنزلي منه الكوبون وتروحي تاخذي الخصم. اها هو كده. من تقديمي انا فاطمه الجاوده. كانت المره هذه اول مره تشوفوني فيها، فالحل سهل بسيط، كل اللي عليكم تسووه انكم تضغطوا الزر الاحمر زر الاشتراك وتروحوا تشوفوا الحلقات السابقه. في حلقه اليوم راح اشارك معاكم تطبيقات مجانيه انا من غيرها كنت حفلس. التطبيق الاول فليب. فكرة فليب انه يجمع لك جميع الكوبونات الموجودة في المجلات والجرائد في مكان واحد، يسهل عليك التصفح بينهم. فليب مختص اكتر شيء بالجروسري شوبينج او مقاضي البيت. كل اللي عليك تسوي انك تحمل التطبيق وتدخل الرمز البريدي وتطلع لك العروض الموجودة في المنطقة اللي حولينا. احلى حاجة في فليب انك لو تبغى تقضي شيء وتبغى تعرف ارخص سعر، بس اكتب الشيء ويطلع لك المحل المتوفر فيه المنتج بالاسعار المتوفرة. في تطبيق ثاني مشابه اسمه ريتيل، كل التطبيقين مختصين اكثر حاجة بمقاضي البيت. التطبيق الثاني ايبوتا. فكرة التطبيق انه يعطيك كاش على المشتريات اللي تشتريها من ضمن المحلات والماركات اللي يروج لها التطبيق. كل اللي عليك تسوي انك تحمل التطبيق وتسوي فتح للعروض اللي انت ناوي تشتريها وتروح تحمل الفاتورة بعد اتمام عملية الشراء. الكاش يكون عن طريق الباي بال او عن طريق الجيفت كارد. التطبيق الثالث ريتيل مينوت. فكرة التطبيق انه يجمع لك الكوبونات المختصة بالملابس والمطاعم اكثر حاجة. كل اللي عليك تسوي انك تدخل اسم المطعم اللي تبغاه او اسم الماركة اللي تبغاها وتنسخ الكود اذا كان الشراء اونلاين، او انك تطبع الكود اذا كان تفضل الشراء في المحلات. التطبيق الرابع شوب سافي باركود. خلينا نقول انك في محل وانه عجبك واحد من المنتجات وتبغى تعرف تسعيرة هذا المنتج في مواقع ثانية او في محلات ثانية. كل اللي عليك تسويه بعد تحميل التطبيق انك تمسح الباركود للمنتج، والتطبيق يبدأ يسوي عملية بحث للاسعار المتوفرة سواء اونلاين او في محلات ثانية. وايضا تقدر تدخل اسم المنتج اذا كان مو متوفر في يدك وما تقدر تمسح الباركود حقه. التطبيق الخامس تطبيقات البيع والشراء للمنتجات المستعملة، وعندنا مثال اوفر اب وليت جو. هي تطبيقات نفس فكرة كريجليست بس متطورة أكثر، بحيث إنها تفلتر لك المنتجات حسب القرب من المنطقة اللي أنت ساكن فيها. البيع والشراء يصير بين صاحب المنتج مباشرة والمهتم بالشراء، وتقدر تكاسر في السعر لو حابب كله عن طريق الشات. شخصياً اشتريت كنبة وطاولات بحالة جداً جداً جيدة وبأسعار جداً منافسة لأسعار السوق. إلى هنا أكون وصلت معكم لنهاية الحلقة. جميع التطبيقات اللي ذكرتها متوفرة وببلاش على الجوجل بلاي أو الأب ستور، حط لكم الروابط تحت في صندوق الوصف. إذا في أحد فيكم جرب هالتطبيقات يكتب لنا تحت تجربته ويشاركها مع باقي المبتعثين. لا تنسوا تسووا لايك إذا عجبكم الفيديو وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم المبتعثين وتشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس وتتابعوني على سناب شات. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.